بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Sayyed Fatima Zahra. My father name is Sayyed Fazal Abbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالتعهد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق الله الرسول الكريم.